السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كان في موضوع أثير في المنتدى ان شاء الله اكثر من مرة، وهو حجم الصور وتصغير الصورة وازاي ارفع صورة على المنتدى. ففضلت ان انا يعني نعمل شرح سريع لكيفية تصغير حجم الصور وكيفية رفعها على المنتدى. حاليا الصور رفعها على المنتدى بيبقى عن طريق المرفقات، لحد ما يتم ان شاء الله عمل ألبوم صور خاص بالمنتدى بنحاول ندور على حاجة تكون باورفل يعني وكويسة ان شاء الله. الموضوع بسيط جدا، وفي اكثر من اخ يعني جزاه الله خيرا تكرم بوضع طرق لتصغير حجم الصوره. انا برضو حبيت اشارككم من وجهه نظري باسهل طريقه ممكن نستعملها، وهي طريقه بتخليني اصغر حجم الصوره بيكسلز، يعني عرض وارتفاع، بحيث ان الصوره ما تبقاش مؤذيه لعين الاعضاء وهم بيقروا الموضوع وتكون كبيره جدا، وفي نفس الوقت اغير حجم الصوره اللي هو الميجا بايتس، يعني الصورة حجمها قد ايه من كميجا بايتس مش كأبعاد. لو بصينا على الفولدر اللي احنا بنبص عليه دلوقتي هنلاقي، هنبص انا حجم الصور تقريبا في حدود ميجا ونص كل صورة. انا لما بعوز بقى اصغر الصور هحاول اجمع الصور بتاعتي كلها اللي عاوز اشتغل عليها جوه فولدر، هسميه اي حاجة او احط في اي حتة، وهدخل جوه الفولدر وابتدي اعمل رايت كليك على الصورة وهبتدي افتحها ببرنامج اسمه مايكروسوفت اوفيس بيكتشر مانجر. البرنامج دوت هو برنامج بينزل تلقائيا مع الاوفيس اكس بي، مع المايكروسوفت اوفيس ومع الويندوز اكس بي، يعني اي حد عنده اوفيس اكس بي هلاقي. لو جينا نبص على مجموعة الصور ديت، دي هتكون صور بتاعت مجموعة من صور افطار رمضان اللي احنا كنا اشتغلنا حضرنا الحفلة اللي فاتت. ده واجهة البرنامج بتاعت مايكروسوفت اوفيس مانجر. انا هاجي هنا على اول ايكون على الشمال فوق اسمه Thumbnail View. لما بكليك على الايكون ده بيفتح لي الصور كلها في شكل مجموعة صور صغيرة. انا دلوقتي عاوز اخد اكشن معينة على الصور كلها مرة واحدة من غير ما اقعد اصغر صورة صورة. الموضوع بسيط جدا، يا اما هعمل Ctrl A، يعني ادوس على Ctrl وعلى A يقوم معلم لي على كله، يا اما هاجي على Edit واقول له تحت Select All راح معلم لي على الصور كلها. تمام، هاجي على Edit Picture اللي هي عملية التعديل على الصورة، هضغط عليها هيديني هنا كل الخواص اللي أنا ممكن أغيرها على الصورة. هختار من Change Picture Size، هختار كلمة Resize اللي هي إعادة حجم الصورة أو تغيير حجم الصورة. هضغط عليها هيكون عندي هنا عدة اختيارات، مش بس هقفل ده الأول كده، هيكون عندي عدة اختيارات. يا اما بختار preferred size، باجي من هنا على طول اختار الحجم اللي انا عاوزه، ودي اللي احنا هنختارها لان الاثنين التانيين بصغر بنسبه في العرض والارتفاع وممكن يبقى فيه لعب في الصوره. فانا اسهل حاجه هاجي هنا واختار اظرف حجم للمنتديات وما بيأذيش منظر العين وبيبقى الصوره واضحه، اللي هو 640 في 480. تمام، هختار 640 في 480. اوكي، وهقول له اوكي. هو كده عمل لي تصغير لحجم الصور كله. هاجي اطلع على فايل اقول له سيف اول. انا كده غيرت حجم الصور كلها مرة واحدة وصغرت حجمها، حجم الصورة كأبعاد، يعني بدل ما هي كانت 1024 في whatever في كام، اللي هي لما بتحط على المنتدى بتبقى الصورة كبيرة جدا وبتخلي الصفحة تبقى عريضة. تمام، فانا غيرت العرض بتاع الصورة وبالتبعية غيرت حجم الصورة ككيلو بايتس. تمام، وطبعا افضل حاجه واخف فورمات نقدر نستخدمه اللي هو الفورمات بتاع الجيبك اللي هو الجي بي جي. ومن البرنامج ده برضو في طريقه سهله جدا لو انا عاوز اغير الفورمات بتاع الصوره، برضو نقولها لكم مره. انا بدخل على فايل اكسبورت بعد ما بكون معلم على الصور كلها، وبختار من هنا الفورمات اللي انا عاوز اغير ليه. في عندي جيف ايمج بيت ماب وات ايفر، هي لو بيت ماب ممكن اختار مثلا جيبك واغيرها واقول له برضو اوكي محول لي الصور كلها للنظام الجديد. انا دلوقتي خلاص حولت الصور، هقفل هنا البرنامج اللي كنت بشتغل عليه. ولو رحنا نبص على الصور هنا هنلاقي ان الحجم بتاعها صغر جدا، بقت من هنا من ميجا ونص بقت 115 كيلو بايت. كان مجموع الصور ككل حوالي 20 ميجا بقت 2 ميجا. هنيجي نفتح الصورة برضو هنا، حضرتك طبعا فاكرين لما فتحناها اول مرة كانت حجمها قد ايه.
لما اجي افتحها تاني مره هلاقي الصوره نفسها صغرت، يعني الصوره الاول كانت ماليه الصوره كلها، دلوقتي الصوره حجمها بقى اصغر، تترفع على المنتدى تبقى متوسطانه في الموضوع وتبقى ظريفه جدا. اتمنى ان شاء الله يكون الشرح وافي ويكون كل الاعضاء عرفوا ازاي يصغروا الصوره، وباذن الله الفتره اللي جايه هنبتدي نعمل دروس. لو الموضوع ده نجح وكان ظريف بالنسبه لكم هنبتدي نعمل دروس في المنتدى نفسه، يعني ازاي تحط توقيع وازاي هتبقى الدروس دي كلها تحت القسم بتاع بسم الله الرحمن الرحيم، تحت قسم الدعم الفني، وهيتبعت رساله خاصه بها للاعضاء بحيث اي عضو جديد يدخل يقدر يستفيد من مجموعة من الدروس تساعده يتعامل مع المنتدى بسهولة من غير ما يبقى فيه أي مشاكل. أتمنى يكون الشرح كويس ويكون عجبكم، ولو في أي تعليقات يا ريت تعلقوا على الموضوع، ولو الطريقة دي مناسبة ليكم إن شاء الله هنبتدي نشرح بيها كل الحاجات مستقبلا، وميزتها إنها صوت وصورة. ميرسي جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.